فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هي إيه الحكاية؟ هي العين اللي بتبصر ولا القلب اللي بيبصر؟ في حاجة اسمها عين البصر وفي حاجة اسمها عين البصيرة. العبد الرباني ربنا نور له قلبه لأنه عبد تعلق بالله، فأفسح الله في قلبه عين البصيرة، فكان يرى بقلبه ما لا يراه أي إنسان آخر. ولذلك قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وألسنة بأسرار تناجي تغيب عن الكرام الكاتبين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. عباد أخلصوا لله حتى دنوا منه وصاروا واصلين. العباد الربانيين يا جماعة عباد لا يرون بأبصارهم، يعني ما بيبصش بعينيه ولكن بيبص بقلبه، لأن قلبه اتصل بالله سبحانه وتعالى فأراه الله ما لم ير الآخرين، زي سيدنا إبراهيم لما ربنا أراه ملكوت السماوات والأرض. ربنا سبحانه وتعالى جعل في قلب هذا العبد نور يستطيع أن يوازن به بين العوالم المختلفة. احنا عندنا مشكلة في إن احنا يحصل عندنا توازن، يعني من الآخر كده، في حد بيعيش للدنيا بس وفي حد بيعيش للآخرة بس. اللي بيعيش للدنيا بس بيكون من أبناء الدنيا فبينسى الآخرة، ودي مشكلة لأنه عاش للدنيا بس. في واحد بيعيش للآخرة بس بينسى برضو الدنيا فبيبقى من أبناء الآخرة. أنا في عندي عالمين تانيين محدش بيتكلم عنهم كتير، وهم عالم الخلق وعالم الحق. يعني إيه عالم الخلق وعالم الحق؟ عالم الخلق يعني الناس اللي انت عايش معاهم في الدنيا تتعامل معاهم إزاي وإزاي ما يأثروش عليك في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. والعكس، في ناس بتنعزل لله سبحانه وتعالى وحده اللي هو الحق سبحانه وتعالى وبينسوا الخلق. طب يحصل توازن إزاي؟ العبد الرباني بقى عبد عشان ربنا نور له في قلبه، نور له قلبه ووسع له عين البصيرة، عبد بيقدر يعمل التوازن بين الأربع عوالم، بين العوالم دي كلها، فيعرف كويس قوي يبقى مع أهل الدنيا ويعرف كويس قوي يبقى مع أهل الآخرة. عنده وجه ينظر به إلى الحق سبحانه وتعالى يكون فيه عبدا ربانيا، وعنده وجه آخر يتعامل به مع الخلق بعد ما يرجع من عالم الحق سبحانه وتعالى. العبد الرباني لما ربنا وسع له في قلبه قدر يوازن بين العوالم دي بقى بيقرأ الأسرار. العبد بقى اللي بيقول له ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، ده ما نظرش إلى أسرار الله في الكون، ما أراش بعين البصيرة. العبد الرباني بيبص للأمور على إن ربنا فيها، فبينظر يقول لك مفيش أمر معنوي إلا وفيه حسي، ومفيش أمر حسي إلا ويتخلله أمر معنوي. بيقول لك كمان ده الأمر الحسي ممكن يبقى معنوي والأمر المعنوي يبقى حسي. يعني إيه الكلام ده؟ هو جاي يلخبطنا العبد الرباني؟ لا، مش جاي يلخبطنا. العبد الرباني بيقول لك بص كده للجذع اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف عليه. كل الناس كانت بتشوفه إزاي؟ كل الناس كانت بتشوف الجذع على إنه شيء مسخر للإنسان ملوش أي قيمة، لكن العبد الرباني بينظر إليه على أنه مخلوق مسبح لله سبحانه وتعالى. هو مش ربنا بيقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. العبد الرباني بيقف عند الحجر والشجر اللي كان بيسلم على رسول الله وهو في طريقه إلى مكة قبل أن يبعث. العبد الرباني بقى اللي ربنا ألقى له في قلبه نورا وأفسح له في قلبه بنور الله سبحانه وتعالى، رأى الحقيقة، رأى السر، رأى إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أنطق هذه الأشياء. صحيح تكلمت حسيا في حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الناس دي العباد الربانيين علموا منها درسا. لما بيجوا يقرأوا النصوص دي بيتعلموا منها إنه فيما بعد كل شيء في هذا الكون يسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم مش معناها إن مفيش حد هيفقه، لأن ربنا سبحانه وتعالى ربط هذا الأمر بأنه سخر لسيدنا داود وسيدنا سليمان الجبال والطير،
وعلمهم لغة الطير ولغة الجمادات كيف تسبح الله سبحانه وتعالى. العبد الرباني بيبقى شايف الكون كله ناطق بسم الله، بيبقى شايف الكون كله مسبح بحمد الله، لأنه مش بيشوف بعين عادية، هو بيرى بعين القلب، يرى بعين البصيرة. ربنا يا رب يرزقنا كلنا عين البصيرة التي توصلنا إلى أسراره وتمنحنا من أنواره سبحانه وتعالى. العبد الرباني عبد مش بيشوف بنفسه، لا ده بيشوف بربنا سبحانه وتعالى، يرى بنور الله. العبد الرباني بيرى الحقائق، يرى الأسرار اللي في الأشياء. فتلقى اتنين واقفين يشوفوا حاجة واحدة، ولكن هو بيشوفها بطريقة والعبد التاني يشوفها بطريقة. ده شايفها بنور ربنا، فشايفها مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. يعني أحد العارفين دخل مسجد ودخل عليه مجموعة من العلماء، فبيقول لهم ما ترون، يعني ماذا ترون الذي يحمل سقف هذا المسجد؟ فقالوا له إنها هذه الأسطوانات من الحجارة، يعني الأعمدة اللي موجودة. فقال لهم لا والله، أنتم ترونها هذه الأسطوانات من الحجارة، وأنا أراها أعمدة من أنفاس الصالحين ومن أعمال المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. وبعدين قرأ لهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. العبد الرباني شاف اللي محدش شافه. العبد الرباني بيشوف القرآن متجسد، زي السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن رسول الله، رأت إن القرآن متجسد في سيدنا النبي، وقالت كان قرآنا يمشي على الأرض. هو القرآن ممكن يمشي؟ ما كانت ممكن تقول أي حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أخلاقه أفضل الأخلاق، كان أي حاجة يعني ممكن تعبر، لكن ارتباطها بالله وبكلام ربنا سبحانه وتعالى جعل ربنا يفتح لها نور البصيرة ونور القلب، فيرتبط الكلام بالترجمة بأن هي تترجم عن ربنا وتقول كان قرآنا يمشي على الأرض، مرتبطة بالقرآن. العباد الربانيين شايفين القرآن متجسد يوم القيامة، يأتي القرآن تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان يظللان صاحبها، يعني اللي بيقرأ البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان في يوم الحر يوم القيامة يظلل هذا العبد. العبد الرباني عبد عنده فراسة، عنده يقين، الموضوع بالنسبة له واضح، قارئ كل حاجة برسالة من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب يقول لك لو رفع الغطاء، لو رفع الحجاب ما ازددت يقينا، مش هشوف حاجة تانية أكتر من اللي أنا عايز أشوفها، لأني شفت كل حاجة، لأني موقن والأمر واضح قدامي وضوح الشمس. العبد الرباني ببصيرته اللي ربنا نورها له بيشوف الذنوب متجسدة، بيشوف الكذب له رائحة نتنة وخبيثة. سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بيروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إن الرجل لا يكذب الكذبة فيتباعد الملك، الملك من الكرام الكاتبين، لأنه بيشوف طبعا بنور ربنا، بيشوف حقيقة الشيء، فيتباعد الملك من رائحة نتن فمه، لأن العبد لما بيكذب بتطلع رائحة والعياذ بالله رائحة كريهة لا يستطيع الملك أن يتحملها. لو ربنا كرمك بأنك قابلت عبد من العباد الربانيين خلي بالك، لأنه هو هيقرأ الذنوب التي في عينيك والتي في وجهك. سيدنا أنس بن مالك بيروي عن سيدنا عثمان بن عفان بيقول كان رايح له في زيارة، فدخلت عليه وأنا في الطريق مررت بامرأة فنظرت إليها، فسيدنا عثمان بن عفان كان حييا فما واجهوش مباشرة، وإنما تكلم في المجلس وقال يدخل علينا أحدكم وفي عينيه أثر الزنا. فسيدنا أنس أحس بالموضوع وقال لسيدنا عثمان أوحي بعد رسول الله؟ يعني هو ربنا أوحى إليك أم اطلاع على الغيب ولا أنت شفت إيه؟ قال له لا، ليس وحيا بعد رسول الله، ولكنها فراسة وبصيرة، اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. قلبك هو الحكاية، قلبك هو اللي هيتفتح فيه البصيرة، قلبك هو اللي ربنا هينوره لك.
يعني أصل الحكاية في موضوع أن ربنا ينور بصيرة حد هو موضوع القلب، لأن القلب هو المراية. شفت لما تكلمنا عن سجود القلب وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعني على نفسك، شوف أعني على نفسك دي، النفس دي هي الحجاب اللي بتخلي الإنسان ما يقراش أسرار ربنا سبحانه وتعالى، هي اللي بتطفي النور اللي المفروض إن هو ينعكس في القلب. طيب إحنا نفضل نتكلم عن العباد الربانيين والمنزلة العالية، طيب وأنا مالي ومال نور البصيرة ولا عين البصيرة؟ لا، إحنا كلنا في حياتنا محتاجين إن ربنا ينور بصيرتنا. هو مش إحنا في كل شوية بنروح نتوضى ونصلي صلاة استخارة وانت جايلك عريس يخطبك أو أنت مقدم على إنك تخطب واحدة، أنت بتبقى محتاج إيه؟ محتاج إن ربنا يشرح صدرك وينور بصيرتك للخير. علشان إيه؟ علشان تختصر الوقت. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره. شرح الصدر ده هو إن ربنا ينور بصيرتك. أنت عايز تدخل كلية، مش عارف تدخل الكلية دي ولا تدخل الكلية دي، محتار بين هنا ومحتار بين هنا، مش عارف المستقبل اللي جاي هيبقى فيه إيه. لما ربنا سبحانه وتعالى ينور بصيرتك ويفتح لك في قلبك طاقة نور، هتلاقي نفسك بتختار الطريق الصح اللي بعد كده هتقول الحمد لله يا رب لولا أن هديتني لهذا ما اهتديت. برضو وانت رايح شغل، مش عارف تشتغل في الشركة دي ولا تشتغل في الشركة دي، مش عارف تعمل مشروع ده ولا المشروع ده، كلنا بنبقى محتاجين إن ربنا سبحانه وتعالى ينور بصيرتنا لعمل من الأعمال، أعمال الدنيا حتى اللي احنا بنعملها، لأن احنا محتاجين ربنا ينور لنا طريقنا. سيدنا أبو بكر بيقول لك إن ربنا شرح صدري لهذا الأمر في موضوع جمع القرآن، لما اعترض على سيدنا عمر في البداية وقال له والله لا أفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين قال شرح الله صدري لما قاله عمر، فجمع القرآن في بيت حفصة رضي الله عنها وأرضاها. طيب علشان ربنا ينور لك بصيرتك أو تعرف إن أنت في الطريق اللي ربنا هينور لك بصيرتك فيه تبقى فين بالظبط، لازم تبقى عارف إنك أولا بصيرتك منورة إذا كنت بتجتهد فيما طلب الله منك. يعني ربنا طلبك بالعمل وبالأسباب، فأنت ساعتها لابد إن أنت تعمل وتسعى ومعلق الأمر بربنا سبحانه وتعالى. ربنا ضمن لك شيء ما تجتهدش فيه، علشان كده يجي العبد الرباني ابن عطاء الله السكندري ويقول لك اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. يعني ربنا ضمن لك الرزق فما تتعبش نفسك فيه، ريح قلبك واطمن. ربنا طلب منك العمل والاجتهاد، ما تنامش وتتكاسل، افعل ما طلب منك وأرح نفسك فيما ضمن الله لك. من علامات إن العبد ربنا سبحانه وتعالى يبقى نور بصيرته إن هو يرسل جوارحه وظواهره في طاعة الله سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس. وإذا أرسل العبد الجوارح في معصية ربنا سبحانه وتعالى فده دليل على إنه انطمست بصيرته لأنه بارز الله بالمعاصي. وخلي بالك، إذا بارزت الله بالمعاصي فلن يفتح لك أبداً نور البصيرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فكل ذنب وكل معصية الإنسان هيجتهد في إن هو يحصلها، لأنه سايب الموضوع كده، سايبه مفتوح، يعصي الله كيف شاء وقت ما شاء وأين ما شاء، ساعتها يعرف إنه حتى لو كان فيه نور من ربنا في قلبه فهذا النور سينطمس. لهذا تصديق قول الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعوذ بالله من أن تنطمس بصيرتنا، ونسأل الله أن ينير قلوبنا وأن يفتحها بأنواره وأسراره. العبد الرباني لما ربنا يفتح له في قلبه هيشاهد أسرار وأنوار الله سبحانه وتعالى، فيحتسب في نومه ما لا يحتسب العبد العادي في اليقظة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الملائكة فقالوا أيقظوه، فقال أحدهم إن العين نائمة والقلب يقظان. يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينام. ليه؟ لأنه في أنوار الله، لأنه مشاهد لأسرار الله، فكيف ينام قلب فتحت فيه عين البصيرة؟
ولذلك الصحابة بعضهم لما جاءوا إلى بيت رسول الله وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوا هذه العبادة، يعني كأنهم شافوا أن عبادة النبي قليلة، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وأما أنا فأعتزل النساء، كل واحد منهم شدد على نفسه. هؤلاء الناس رأوا بعين الظاهر ولم يروا حقيقة الشيء، رأوا بعين الظاهر الأعمال، أن الأعمال هي التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى، وأما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عبدا ربانيا كان يحتسب في نومه ما لا يحتسب هؤلاء في يقظتهم. فلما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، أما إني لأتقاكم لله وأكثركم له خشية، أما إني لأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إيه علاقة الكلام ده بنور البصيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن ينوره لك في قلبك؟ نور البصيرة لو ربنا فتح لك في قلبك، أول حاجة أنت مش هتشوف العمل، وهتشوف أن الأعمال دي هي مجرد آداب عبودية لابد أن يقوم بها العبد فقط من باب العبودية لله سبحانه وتعالى. هو العبد الرباني بيعمل كده. العبد الرباني يقول لك فيه ثلاث حاجات، فيه شعاع بصيرة وفيه عين بصيرة وفيه حق بصيرة. فيقول لك شعاع البصيرة يشهدك قرب الحق منك، يعني يعرفك قرب ربنا سبحانه وتعالى منك، وأنه أقرب إليك من حبل الوريد، وأن العمل اللي أنت بتقوم به هو مجرد أدب في حضرة الله سبحانه وتعالى، وأن ربنا غني أصلا عن هذا العمل. أما اللي بينظر بعين الظاهر فبيبقى شايف أن العمل هو اللي بيوصله لربنا. العبد الرباني تلاقيه هنا بيقول لك أرح نفسك من التدبير، التدبير في هذا الأمر، فما قام به غيرك لك لا تقوم أنت به لنفسك، يعني أنت مش هتقدر تعمل لنفسك أكتر من اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله لك. اللي خلاه يقول الكلام ده هو شعاع البصيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى فتحه له في قلبه. الحاجة التانية هي عين البصيرة، يقول لك عين البصيرة يشهدك وجوده وعدمك، إن أنت أصلا كعبد لا شيء في حضرة الله سبحانه وتعالى، أنت مش موجود أصلا، اللي موجود هو ربنا بس. كل ده بيجي منين؟ كل ده بيجي من أنوار الله، لأنك بتشاهد المعاني الأزلية، بتشوف حقائق الأشياء، بتشوف الأسرار اللي مستخبية، بتعرف إن أنت عبد والذي أوجدك هو الله، تعرف إن العبد عبد وإن الرب رب، تعرف إن أنت لا شيء وأن الموجود الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. إذا وصل العبد بقى للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة حق البصيرة، حق البصيرة دي أعلى منزلة، العبد ساعتها ما بيشوفش إن هو ليه وجود أو إن هو ليه عدم، بيشوف إن هو في حقيقة واحدة بس، الحقيقة الواحدة والثابتة هي الله سبحانه وتعالى، وأن الكون كله باطل لا حق فيه، وأن الحق الوحيد الذي يستحق الإقرار بأنه هو الحق هو الله سبحانه وتعالى. هيشوف ساعتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان، يعني ربنا وبس، مفيش حد تاني، مش هيبص العمل ولا هيبص الحسنات ولا هيبص السيئات، هيعرف إن الموضوع كله هو مجرد أدب في حضرة الله الواحد الديان.